عشر المخصص للإبكار هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوهبة لسباقات الهجن العربية ترسيلة. على بركة الله وتوفيقه نرحب بكل الحاضرين المنطلقين هنا في هذا المسار، المنطلقين في هذه الأشواط هنا في ختامي الختاميات. هنا على بركة الله نسير إلى مقدمة هذا الشوط، نسير إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى في هذا المسار، في هذا التحدي الجميل. هذه فلك، فلك من تتقدم على الصدارة يقدمها سالم بن علي بن هلال المنصوري. المركز الثاني وصول وتقدم من وهاجة حمد بن بخيت بن جابر بن مسلم الينيبي اللي قدم لنا أيضا وهاجة. بينما المركز الثالث القادمة والمنطلقة هناك أيضا وصول. هناك ايضا الوصول من تقدم، هناك ايضا بدور راكان، راكان هنا بن حميد بن علي الهاشمي من يتقدم في هذه اللحظات. نقلتنا الى المركز الرابع من غاية حمد بن محمد بن علي بن حادة الاكتبي. بينما المركز الخامس وصل وتقدم شعار ابو علي في هذه اللحظات، تقدم من هذا الشعار الذي هنا دائما يثبت الوجود هنا في هذا المسار الجميل. هذه هناك رجوة منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. المركز السادس القادمة والمنطلقة غير محمد بن سهيل بن وديمة العامري. يا سلام. المركز الثامن التقدم في هذه اللحظات من التماس مسلم بن سلطان بن محسن العامري. هناك ايضا شباب للسيد هادم بن حمد بن عفصان المنصوري. والمركز العاشر في هذه اللحظات، الله، وصلت مبخورة عبد الله بن سالم القحطاني. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتيجتنا في هذا المسار، نتيجتنا في هذا الانطلاق الجميل. أرى شعارات قادمة، أرى أسماء مميزة قد تدخلت في هذه اللحظات. وهناك أيضا الشادن، الشادن تتسلل في هذا المسار. عبد الله بن مبارك بن حمد النعيمي هنا وصول من أهالي العين وخاصة أهالي مزيد. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي هذه الانطلاقات، متابعي هذه الأشواط. الله الله، ياهو شوط، ياهي سرعة، ياهو تحدي، ياهي تسعيرات المميزة هنا أيضا في ميدان الوهبة. أعود إلى البداية الأولى، هذه غاية، هذه غاية يا بن حاذة، يا بن حاذة. الجماعة قادمين، وصلوا، وصلوك أهل الطلايب، وصلوا في هذا المسار. بينما هناك أيضا بدور راكان بن حميد بن علي بن غنيم بن هاشمي. المركز الثالث الشادن، الشادن هنا قدم لنا أيضا اسم جميل في الفترة الصباحية، وكان هناك له حضور مميز. عبد الله بن مبارك بن حمد النعيمي، ومبارك بن حمد النعيمي الداعم الرسمي لهذا الشعار بقيادة سالم بن مبارك العمري هناك أيضا في هذا المسار. بينما المركز الرابع وصول وتقدم من مبخورة عبد الله بن سالم القحطاني هنا أيضا في هذه اللحظات. شباب قادمة بشعارك يا راعي عطوة هادم بن حمد بن عصان المنصوري. ولكن أرحب بمنصة القادمة بشعار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بالحب العامري. هكذا النتيجة في هذا الشوط، ولعت، ولعت ما بين الحجائج، ولعت والسلالات تثبت وجودها في هذا الموقع، في هذا الموقع. مطلوبة السلالات هنا المميزة هنا في هذه الفترة المسائية هنا. قدم يا يوسف هنا، نتابع، نتابع المقدمة. الله 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 الله، وين الشادن، الشادن، الشادن. روح يا ابو مبارك روح، هنا في هذا الانطلاق، في هذا المسار. عبد الله بن مبارك
مبارك بن حمد النعيمي يتقدم هنا على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط. منصة قادمة، منصة قادمة، محمد بن عبد الله بالحب العامري، روح يا أبو عبد الله. هناك أيضا، هناك أيضا لها مشجعين متابعين، متابعين لهذه الانطلاقات، ولكن الشادن 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 من تتقدم على الصدارة الأولى، الشادن على البداية الأولى في هذه اللحظات. يا سلام، مشكور يا سالم بن مبارك العمري، كفيت ووفيت يا ابو مبارك، فلله درك على تقديم هذه النوعيات. وتنحدر من سلالة شاهين هنا بن عمان المملوك لهجن الرياسة هنا ومحمية هجن الرياسة، تهانينا والناموس. بينما منصة محمد بن عبد الله بالحب العامري كما هني هناك ابو زوغة ايضا اعزائي المشاهدين على هناك ظهور منصة. بينما المركز الثالث، بينما هناك المركز الثالث اعزائي المشاهدين وصول وتقدم من الذيبه محمد بن عوض بالكيل العامري، المركز الرابع وصول وتقدم هناك من شعاله محمد بن الحزم بن قناص العامري، والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام هذه مذخورة عبد الله بن سالم القحطاني. هكذا الشوط، هكذا الشادن قدمت عرض جميل. عبد الله بن مبارك بن حمد النعيمي مشكور يا ابو مبارك. هناك ايضا التوقيت الزمني 5:53 8 اجزاء من الثانية، وصول من شعار ايضا ابو عبد الله على المركز الثاني بانطلاقة منصة محمد بن عبد الله بالحب العامري بتوقيت زمني 5:54 هناك ايضا ايضا ثمان اجزاء من الثانيه. والتهنئه الى سعيد بن محمد بن الحب العامري، هناك ايضا مقاد هاي الى خط المركز الثالث. هناك ايضا وصول وتقدم اللي حامله رقم 39 هنا ايضا هذه ذيبه محمد بن عوض بالكيل العامري، 5:55 اربع اجزاء من الثانيه. فتهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام.